نبدأ نصلي قبل ما الباقي يخش. أستاذ أمجد ممكن تبدأ لنا؟ اتفضل يا باشمهندس. اتفضل حضرتك. حاضر. خير في نيم في وتنيم بشيل نيم بابنك ما اس اواب ونوت نوت امين. اللهم يا رب اجعلنا ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا كفافنا اعطينا اليوم واغفر لنا يا رب ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشر بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد للابد امين. الصوت واضح يا جماعة عندكم؟ واضح الصوت. أيوة واضح واضح. تمام. طيب احنا بنكمل بعد التوقف فترة، يعني الحمد لله ما طولتش يعني. طبعا احنا ضامنين اجتماعين سوا، اجتماع شمامسة سحار واجتماع حملات الطيب. هو الكويس في الموضوع ان تقريبا احنا واصلين تقريبا قد بعض، فرق ان سحار كانوا سابقين بحوالي 3 دروس، فمعلش ممكن بقى يستحملونا شويه ان ايه هنعيدهم تاني. وهو فيهم مراجعه، فيهم الدروس بتاعه فرق كلمات الابتو اليوناني وبدايه بقى بعد كده القواعد التعريف يعني اللي احنا خدناها. الفتره اللي فاتت دي حد استغلها ان هو يراجع او يقرا او يحاول يتدرب. يعني تقريبا كانت فترة امتحانات هندسة، فيمكن الكل كان مشغول مع أولاده ومع مدرسته كده يعني شوية. طيب نسأل نفر نفر ولا ايه؟ دكتور مينا معاك يا باشمهندس، ايه الأخبار؟ يعني هنراجع مع حضرتك. طيب. تسوني رشا؟ نعم شوية يعني، في كنا بنحاول بس نقرأ علشان مفيش حاجات كتير تروح في الفترة اللي سكتنا فيها، يعني الفترة اللي وقفنا فيها، فأنا كنت بحاول أحفظ شوية، أراجع الحاجات اللي حفظناها قبل كده، نطق الحروف يعني على خفيف. طيب تمام. تسوني إستر؟ نعم يا باشمهندس، انا رجعت بين الذي بس بصراحه، والحروف طبعا بحاول يعني اكون دايما اراجعها بس بصراحه. طيب تمام. تسوني ماجده، ايه الاخبار؟ الاول كنت مشغوله بامتحانات الاكليريكيه، وبعدين رساله الى عاموس، وبعدين رساله الى فيليبي، وامبارح بس قعدت اراجع صراحه، امبارح بس قعدت. طيب ماشي. تسوني مريم رؤوف. مساء الخير عليكم. سلام يا تسوني، انا لسه داخله حالا. طيب تمام، ايه اخبار، رجعتي حاجه الفتره اللي فاتت ولا محتاجه نراجع ولا حروف ولا ايه الوضع؟ طيب احنا بسرعة كده على البورد واضح عند الكل؟ واضح. ماشي. احنا عندنا كام؟ 32 حرف ابتي. ماشي، هنقسمهم كده تمانيات، يبقى اربع مجاميع تمانيات. ماشي. الحرف ده ايه؟ الفا. الفا بيتنطق؟ اه تمام.
طيب الحرف ده فيتا، فيتا او فيتا. تمام، بيتنطق ايه؟ فاء اذا جاء بعده حرف متحرك، وباء فيما عدا ذلك. طيب بيتنطق في، بيتنطق في او بي، زي البي الانجليزي او الفي. والفي في حاله اذا جه بعده حرف متحرك، البي في اي حاله ثانيه. طيب الحرف ده غنى. تمام. معلش ممكن انا هعمل مجموعه كوهوست برضو اللي بيخشوا في الويتنج روم، ممكن تعملوا لهم اكسبت يا ريت عشان واقف على البورد فمش شايف. اوكي طيب ده غمه. غمه بيتنطق ايه؟ جيم. جيم او غين او نون. او نون. تمام، يبقى حرف الغمه بيتنطق من اسمه غ، غمه. ماشي، ممكن نقوله جمه. ماشي، وبيتنطق في بعض الحالات نون. امتى غين؟ بنقول في كل الحالات ما عدا. طب امتى جيم؟ اذا جاء بعده حرف متحرك للكسر. بالظبط، يبقى لو الغمه دي جه وراها ايه حروف قبل الكسر؟ ايه حروف الكسر؟ ايه حروف متحرك الكسر؟ ايه اليوتا، ايه واليوتا والايتا والابسلون. ماشي، يبقى في حالة دي هتتنطق ايه؟ جيم. طب امتى بيتنطق نون؟ لما تيجي بعديها غمة مرة تانية، يعني دبل غمة. حرف الحافي. بالظبط، الحروف الحلقية. وراها مجموعة حروف بنقول عليها الحروف الحلقية. ايه؟ حروف الكي هو لو جاب بعدها ال، ايوه حرف من الحروف الحلقية اللي هي الغمة. الغمة نفسها حرف حلقي. اوكي، وايه تاني؟ حروف الكي، كي واكسي. ونفتكر الكهات، الكبة كي والكي، كبة والكي واكسي. اوكي طيب، يبقى ده الغمه. ماشي، في مشكله؟ لو حد مش مجمع نعيده. طيب يبقى الغمة ده قلنا يا غين يا جيم يا نون. طيب الحرف ده ايه؟ دلتا. دلتا او زلتا. يتنطق دال او زال. هو بالظبط، دال او زال. زال امتى دال وامتى زال؟ دال في الاسماء، دال في اسماء العالم، وزال في الكلمات. تمام، هو ذال في الكلمات بشكل عام، دال بتيجي في الأسماء. زي حددني اسم. دانييل. دانييل. دافيد. دافيد. تمام. آدم. آدم. طيب. تمام. طيب الحرف ده؟ أي. حرف ده ايه؟ اي. اي حرف ايه اللي هو بيتنطق ايه؟ مثل الياء يعني.
بيتنطق ايه؟ اي اي ماشي، ده حرف الاي بيتنطق اي 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 دي ايه المد اللي هي بنقول لو قلنا حطينا دي ايه اللي هي بتحط عليها الف كده تبقى ايه مد كده زي ايه اللي في كلمه بيت او غيط بيت او غيط اوكي يبقى ايه طيب تمام ايه الحرف ده سو 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 اللي هو رقم 6 اللي هو رقم 6 تمام سو بس هو اسمه سو بس ممكن يبقى له اسم تاني سو او تمام صح يبقى اللي هو ده عباره عن رقم 6 6 واما سو او سو او ايه الفرق ما بينهم سو او مذكر وسو مؤنث بالظبط ده مذكر وده مؤنث تمام ماشي يعني لما اقول ست رهبات سو مرتين ست رهبان سوري او ست باتوليين سو بارتينوس سو بارتينوس ست باتول بس راجل لو قلنا سو بارتينوس يعني ست عذارة طيب يبقى ده رقم ست تمام ده زيت او ينطق زيت حرف ده حرف الزيتا بيتنطق زي الانجليش بالظبط زي الزد زي الزد الانجليزي زد تمام الحرف ده ايتا ايتا من اسمه بيتنطق إيه طويلة زي دبل إيه في الإنجليزي فيل ماشي زي إيه فيل تمام يبقى ده حرف ماشي يبقى ده إيتا بيتنطق إي كسرة طويلة طب لو جه في أول الكلمة هيتنطق يعني دي تتنطق دي تتنطق ايه مثلا؟ اي اي يبقى مش هتنطق يه مش هتنطق يي تتنطق اي طيب لو جه وراها حرف متحرك يعني كده تتنطق ايه؟ وده هيبين لك ده اللي هيبين لي الفرق ما بين دي وما بين دي. دي تتنطق ايه؟ يا. طب ودي؟ يا. دي هتتنطق يا. دي هتتنطق اي اه. مش هدمجهم، مش هتبقى ايه ابدا. دي مش هتديني صوت الايه الساكنه ابدا، عمري ما لقيتها ما هتبقى ساكنه اليوتا لو جه وراها حرف متحرك هتدي صوت الياء الساكنه اللي هي يا يا تيجي يا يو يي عادي لو وراها حرف متحرك بس الايتا هتفضل تديني صوت الكسر طول الوقت يعني لو دي كانت كده ماشي هتبقى مي اه لو دي هتبقى ميا واضحه يعني لو مي المي هتتكسر تبقى مي اه لو مي وراها اليوتا بس وراها الالفا تبقى دي بقت ي هتبقى م يا ميا واضح الفرق في النطق ما بين الايتا واليوتا يبقى دي ايه كده او اي لو جت في الاول
أو بداية مقطع. ده إيه؟ دونت. دونت وجواه شرطة. حد غير كراس. ده الكراس اللي عمال يقول. أيوة كراس. كراس الشاطر ده. طيب. واحنا بنذاكر مع بعض بصراحة. بص يا كراس خلي الباقي يقول وإذا ما عرفوش قول أنت. أوكي. لا برافو مبسوط بيك يا كراس. طيب. ده حرف الثيتا. الثيتا بيتنطق ايه؟ ايه حالات نطقه؟ سه او ته. تمام. امتى وامتى؟ سه لو سه في باقي الكلمات لكن ته لو جاب ليها سيما او شاي. تمام بالضبط. يبقى السيما او الشاي دائد الثيتا هتبقى دي بتدي ايه؟ ته. ته او شته. مش شته. اوكي؟ تمام. حرف اللي بعده. يوتا. 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 يوتا بتتنطق ايه؟ ايه قصيرة. ايه. تمام. يعني ايه. هي اذا جت في اول الكلمة هتتنطق ايه؟ لو جت في اول كلمه انطقها اي ولو جاب لا بعدها حرف متحرك يبقى يعني ايه دي حد ينطق لي دي ان 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 يبقى اخر الصوت اي يبقى اخر الصوت الايه الكسره اللي في الاول ان ايوه وي لو جاب بعدها حرف متحرك طب لو جت كده دي تنطق ايه ياه برضه نيم نيم مش نيم نيم بس نيم نيم, نيم. كأنها كسرة كسرة يبقى مجرد الكسرة للنون يعني هقول كده دايما اكتبها بالعربي كده بالظبط نيم ماشي لو جه وراها حرف متحرك هتتنطق الايه الياه الساكن ماشي زي ايه ده ايه يوم 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 ماشي يوم مش يوم لو يوم كانت تبقى كده يوم ده طويلة دي قصيرة تبقى يوم ماشي طب يوم يعني ايه يوم اللي هو بحر بحر اف اف يوم البحر البحر الفيوم اللي هي الفيوم طيب حرف ده ده كبة وينطق كاف على طول دايما تمام تمام يا ساسون مظبوط يبقى ده كاف على طول هو اتاخد منه الكي اللاتيني والكي كل اللغات اللاتينية منها الانجليزي والفرنساوي وكل حاجة طيب الحرف ده لفلا اللي هو لولا ينطق لام دائما تمام له حالات تانية غير لام ينطق حالة تانية غير لام لا 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 ماليش حالة طيب الحرف ده مي 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 او مي تمام وينطق ميم دائما ينطق ميم ام دائما طيب الحرف اللي شبه الان الانجليزي ده ني ني هو ني ينطق نون 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 مالوش غير حاله واحده في النطق
الحرف سوري الحرف ده اكسي ماشي الحرف ده اسمه اكسي 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 تمام بينطق كاف وسين هو اكسي ده هو حرف مركب عبارة عن كبة زائد سيمة ورا بعض يبقى كس كس وعشان كده ما بنقولهاش اكسي هي كس يعني النطق ممكن يتسمى اكسي بس نطقه لما نيجي ننطقه ما نحطش اه في الاول نقول كس الحرف ده اوميجا ميكرون 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 ولا ميجا كبير ميكرون لا ميكرون ميكرون كبير ولا صغير حرف الصغيره ميكرون قصير او كبير ماشي يبقى دي او ميكرون او القصيره اوكي يبقى دي او هي هو الحرف اسمه او بس ماشي بس احنا بنعرفه بنقول دي او صغيره يبقى ده او ميكرون ماشي او ميكرون يعني الاو صغيره ماشي هي عباره عن الضمه مثيله الضمه في العربي على الحرف ماشي يعني دي تبقى رو رو مش رو رو ماشي دي تبقى رو رو ماشي الاثنين نفس درجة الضم بس دي طويلة ماشي اللي هي ضمة وضمة طويلة والاثنين مفتوحين بالمرة نقول تركيبة الأوميكرون إبسلون ماشي هي ضمه طويله نفس طول الاوميجا بس مضمومه مقفوله مش مفتوحه تبقى دي تتقال رو 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 تبقى رو 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 طب لو خدناها كده ورا بعض هنقولها مره كده ونحاول نقولها مره كده مين ينطق الاولانيه دي مين ينطق دي سوري النت فصل ولا ايوه النت وحش ال الصوت قطع عند الكل ولا عندنا بس لا الصوت قطع ما في الصوت طيب سامعيني دلوقتي ولا مش سامعيني كده سامعينك لا دلوقتي سامعينك طيب حد يحاول ينطق لي دي وحد يحاول ينطق لي دي اول واحده دي من حد يحاول ينطقها لي
دي واضحة؟ رؤو تاني كده تاني لا ركز انهي المضموم اكتر اوميكرون ابسلون ولا الاوميجا لا الاوميكرون طيب نحاول نقرا الاوميكرون والابسلون مضمومه نقرا الثانيه الاول دي هتبقى رو رو او طب دي تبقى رو رو او رو او او ماشي رو او رو او رو ضمة طويلة مضمومة رو او تبقى دي افتح مفتوح دي رو او ماشي ناخد دي مثلا ايه ها دي تتنطق ايه الصوت مش واصل صوت بشوط طيب لو حاطين ني وراها اوميكرون ابسلون وراها اوميجا بالتخيل كده اتنطق ايه زي ما واصلة نو او نو او نو او نو او نو او طب نفصل اللي بيقول نو او نبص على الاثنين او دول الاوميكرون ابسلون مفروض ضمتها اكبر ضم تبقى او مع الان تبقى نو طب الاوميجا ضمتها طويله بس مفتوحه تبقى مفتوح. او تبقى نو او اوكي عشان وقتنا ماشي احنا نحاول نلتزم برضو بدي نقدر ال الصورة دي جات تمام طيب يبقى دي او واحنا كنا خدنا برضو دي خلاص يبقى دي او بس طويله مفتوحه وخدنا ترجمه اوميكرون طيب الحرف ده ايه بي حرف البي ماشي اللي هو ديسكاسيا اللي هو زي الانجليش بي ماشي طيب هل له اي حالات ثانيه لا لا حرف ده رو لو اي حالات غير الرا لا. لا لا تمام حرف ده سيما سيما سين ليه ثلاث حالات ثلاث حالات في النطق ثلاث اصوات تمام اللي هم الس والز س وز وصاد تمام امتى سين سين في كل الكلمات القبطيه وفي الكلمات اليونانيه ثلاث اصوات في امتى زين امتى بيتنطق ز لو بعده مين؟ لا لو جه بعدها حرف الميه بنطقها زي بعدها ولا قبلها زي كوزموس
بعدها كوز مس لو جه بعدها. تمام صح ماشي. يبقى زين في حالة المي، في حالة ان جه بعدها مي، بس جاي بعدها مي مش في اي كلمة، في الكلمات اليوناني، في اليوناني اليوناني فقط. يعني لما الاقي كلمة دي انطقها ايه؟ اسمه، اسمه عشان ابطية بالضبط، اسمه اللي هي بارك او اللي هي البركة او يبارك، بارك بارك او بركة. تمام. يبقى دي بقول اسمه، ما بقولش اسمه، ودي هتلاقيها مكتوبة كتير في كتب الابت المعرب بالزين، ودي خطأ شهير. طب امتى صاد؟ بعدها حرف الالفا او الاوميجا. تمام. بنقول على حروف التضخيم، الحروف اللي بتضخم ماشي، الالفا والاوميجا واحيانا الاوميكرون، بس عاده بنعتبر الالفا والاوميجا حروف تضخيم ماشي. يبقى دي لو جه وراها الفا هتبقى مش هنقول فا، هقول صا. لو جه وراها اوميجا مش هقول سو، هقول صو. تمام. دي حرف ده برضو ثلاث اصوات برضو. تمام. في الاساس بتاعه ت زي الانجليش تي بالظبط. طب بيتنطق ايه تاني؟ ط. بيتنطق ط ود. طب بيتنطق ده وبيتنطق ط. امتى بيتنطق دال؟ دال لو جاب بعديه حرف الان، الني. نركز بقى في دي. لو جاب قبليها، لا قبليها قبليها، لو جاب قبليها. ايوه عشان كده هنا بعديها، هنا قبليها لو جه ني، نفتكرها بكلمة باندوكراتور. بالظبط. باند د باندوكراتور ماشي. وقريب داخلين على عيد الخمسين، عيد حلول روح القدس، بنقول اسمه ايه بالابتي او باليوناني؟ بندكوستي. بند بندكوست بند بند اللي هو خمسين ماشي. يبقى هو لو جه ني وراها الطاد ساعتها في كلمه ايه يوناني برضو هتتنطق دال، زي كلمه بندوكراتور، زي كلمه اندولي اللي هي هديه عطيه. عطيه. امتى بيتنطق ط؟ لو جه بعده حرف من حروف التضخيم الفا او اوميجا. نفس الحروف التضخيم لو جم بعديها هيتنطق. طيب ابسلون حرف ده اسمه ابسلون، بيتنطق ايه؟ ابسي. بيتنطق ابس. بيتنطق ايه؟ بيتنطق كسره، هو حرف من حروف الكسر. تمام. يعني يتنطق ب لو جه قبله الفا او اي. طب الحرف ده ايه؟ عارفين ان هو شقي شويه، بيتنطق نطق كتير شويه صح؟ ايه كام لو كام حاله نطق لو عديناهم؟ ثلاثه ماشي. الابسلون ده لو جه قبليه حرف ساكن، يعني لو جه حرف ساكن زائد الابسلون هيتنطق ايه؟ ياء قصيرة ماشي. هيتنطق شبه الكسة الايتا او اليوتا، يعني نقول شبه اليوتا عشان ما يتنطقش، شبه الايتا عشان ما يتنطقش ياء ساكنة بقى.
يبقى هو يبقى ده لو قلنا دي هتنطق ايه؟ دي لا 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 ركز، الغمة لو جه وراها حرف كسر بتتنطق جيم. جه جه بالجه جه. دي كده تبقى يبقى دي زي دي، دي برضه تبقى جي. دي زي دي ماشي. يبقى أول نص بتتنطق كسر. طيب تاني نص لو جه قبلها ألفا أو أي زي تبقى في. دي تبقى نطق الفي الإنجليزي الفي. تبقى أوف أو إيف تبقى دي إيه؟ إيفا. إيفا ماشي. إيفا اللي هي حواء. حواء تمام. يبقى دي تاني نطق. تالت نطق خدناه من شوية لو جه قبليها الأوميكرون تبقى واو مضمومة. اوه ماشي كده اوه تبقى الضمة الطويلة المضمومة. طيب لو الأوميكرون إبسلون جه وراها حرف متحرك ماشي، يعني جه وراها ألفا مثلا، يعني دي تبقى ايه؟ حد فاكر؟ قول. لا قلنا في الحالة دي واي. الحالة دي ما بتبقاش، دي بتتحول ل واو ساكنة لو جه وراها حرف، لو جه وراها حرف متحرك دي ما بتبقاش خلاص حرف متحرك، دي بتبقى حرف ساكن بصوت الواو ماشي. فبتتقال ايه؟ يعني لو بكتب بالانجليزي هقول او وا او وا او وا. ناخد أمثلة لو قلنا دي نقول إيه؟ هواي. هواي. واحد. هواي. اسمها في شمس. واحد. هواي. تبقى كده هواي. هواي. ماشي هواي. طب لو كتبتها كده. هويب. 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 اللي هو كاهن. ويب. ويب. ماشي. يبقى في حالة ان الاوميكرون ابسلون جه وراها حرف متحرك تاني ما بتبقاش ضم، بتبقى واو ساكنة. وعشان كده اللي سبقوا مع اللي سابقين معانا لما خدنا حروف فيلم نور، فيلم نور، العلم نور، قلنا امتى اليوتا والاوميكرون ابسلون بيبقوا من ضمن المجموعة؟ لما بيبقوا ساكنين. وإمتى بيبقوا حروف ساكنة؟ لما بيجي وراهم حرف متحرك تاني ماشي؟ لما بيجي حرف متحرك. بس مهندس لو سمحت في كلمة واي أنا مش عارف، مش مستوعب النطق اللي هو أو آي. أنا دايما بنطقها أو آي، فمش عارف يعني على أساس واي ما شايف إن فيها هي. هي يعني. خلي بالك اصل نطق الابسلون كانت بتعبر عن الوع في الهيروغليفي والديموتيقي، هو صوت الوا ماشي. فهو ده اسمها واي. يعني انت لو جيت في الديموتيقي كنت هتقول واحد، ما كنتش هتقول حتى الاو، كنت هتقولها واي، هتقولها واو على طول. يعني كان الاوميكرون ابسلون على بعض بتدي صوت الواو لو جه وراها حرف متحرك. احنا دلوقتي بالنطق الكنسي اللي احنا بنستخدمه
ماشي، الاوبت اتنطق او بس الابسلون عشان وراها حرف متحرك تاني هي بقت حرف ساكن، بقى صوتها صوت الواو تبقى او. ايوه تمام ماشي، يبقى دي او. تمام شكرا باشمهندس. او واي، ودي هنا او واي هنا عشان اليوتا برضو قبلها حرف ساكن، قبلها حرف متحرك سوري، فاتنطقت يه ساكنه. ماشي طيب، وطبعا اويب اعتقد اويب كده مش ماشي، تبقى اويب اللي هو كاف، مش هقولها اويب، هقولها اويب. ماشي مش هقولها او اي، هقولها او واي. ماشي طيب ماشي، يبقى انا عندي حاله 2 3 4. الحرف ده اسمه في. في تمام، بيتنطق اف، ينطق في 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 اللي هي الفي بتاع البي اتش. اه ف ف ف كده اللي هي زي فيزيت، فيزيت اللي هي البي، البي معاها اتش شويه ف ف. تمام، وعلشان كده في برضه في الابت القديم هلاقيها كانوا بينطقوها به زمان، في ابت قديم هنلاقي او بالابت الصعيدي في بعض الاحوال دي بتتنطق به، بس انا مش هغبطش دلوقتي، خلينا في النطق العادي الايه البي اتش. ف الحرف ده في كي، كي اوكي، كي كي ده لو كم حالة؟ ثلاثة. ثلاثة تمام، في الكلمات حرف الكي يتنطق لو كم حالة أساسية؟ إما إبتي يا إما يونين. في حالة الإبتي هيتنطق إيه؟ كيف؟ طب في حالتي اليوناني هيتنطق ايه؟ خاء. خاء خاء او شين، أو شين. تمام، شين اذا جاء بعده حرف متحرك للكسر، شين لو الكي وراها حرف متحرك كسر. طب ايه حروف المحركه الكسر تاني؟ الاي واليوتا والايتا بس، والابسلون. والابسلون دي يوناني يبقى، والابسلون. تمام، طب الخ بقيه الكلمات اليوناني، اي كلمه يونانيه ما فيهاش حرف يوناني بعد زي. طب وكيف كل الكلمات القبطيه؟ كل الكلمات القبطيه تبقى دي كيمي. كيمي مصر، كيمي اللي هي مصر. مصر طيب، طيب دي دي ايه؟ خيمس. خاء ما زالت افتي برضه. كامي. كامي كامي اللي هي كامي. ايه اسود، اسود كامي. ماشي، يبقى انا كل الكلمات القبطيه هتنطق كيف. ماشي طيب، شيري. 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 شيري 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 يبقى اللي هي ايه؟ شيري. سلام. سلام ماشي، طب ليه شيري؟
اللي قلتها الشيخ ان كلمه شيري دي كلمه يوناني. يوناني ماشي. طيب يبقى ادي حروف الايه ماشي الكلمة. طيب الحرف ده ها حرف ده ابسي ابسي ده اكسي. لا ده الاكسي ده الاكسي ده الايه شكل الكاس كده شكل الكاس شكل كاس كده مفتوح نيجي نرسمه بعمل كاس كده اهو ومعامل العصاية وحاطط جواها صليب. ها ابسي ماشي ده سي سي يبقى ده البي وراها سيما سيما ماشي يبقى ده الاف سي ده الكبة وراها سيما ده كسي ده سي ماشي يبقى ده بي نكتبها بالآي بي زائد سي س ماشي وهو نطقه نطق واحد ماشي بس وانا بنطق مش هقول الهمزه في الاول يلا يعني مش هقول اكس هقول س س ماشي زي يبقى انا عندي الكلمه دي مثلا من الكلمات المشهوره عليها ايه دي سيت تسعة سيت سيت اللي هو رقم تسعة تمام سيت. طيب اوميجا قلناها خلاص. الحرف اللي بعديها ده شاي شاي بيتنطق ينطق شين شين لو اي حالة تانية لا شين دائما شين تمام ماشي وهلاقي ده راح ده راح لل ده راح من عندنا للروسي ده راح من عندنا للروسي بقيه الحروف راحت للانجليزي ماشي يعني الشاي ده هلاقيه هو هو موجود في الروسي والبي موجوده في الروسي الحرف ده فاي فاي بينطق فاي ينطق ف اللي هو حرف الاف ف اللي هو الاف العادي ف وكمان برضو عشان نبقى عارفين من اول هنا السبع حروف الاخيره دي حروف ايه يوناني ابطيه لا اليوناني وقف هنا من الفا لغايه اوميجا عشان كده بنقول بيقول انا انا الالفا والاوميجا اول حرف واخر حرف في اليوناني انا الالف اللي هي بنترجمها انا الالف والياء الالف والياء ماشي هي الالفا والاوميجا بدايه اليوناني ونهايه اليوناني الابت بعد اليوناني ضاف السبع حروف دول فبالتالي لو لقيت الكلمة فيها أي حرف من الحروف دول تبقى الكلمة إيه؟ جبتي ولا يوناني؟ ماشي باستثناء الهور لو جه في أول الكلمة في حالة محددة هنبقى نقولها في درس ماشي؟ بس بشكل عام لو ده جم في وسط الكلمة لو جم تركيبة الكلمة نفسها يبقى الكلمة دي إيه؟ خلاص يبقى هعرف الكلمة يوناني ولا إبتي هعرف الكلمة يوناني ولا إبتي الكلام ده كله ماشي ممكن بكل بساطة لو لقيت حرف من دول هعرف طيب ده ف الحرف ده إيه خاي ينطق خا خاي ده عبارة عن خا ينطق حاجة غير خا لا ده تمام الحرف ده إيه هوري ينطق ها ه ه اله هوري طيب الحرف ده جنجا جنجا او جنجا بينطق ايه في الاف بينطق ايه في اليوناني
جيم وجيم. هو ابت بس مش يوناني يعني. هو كلهم قبتي صح؟ أبت. جنجا ما بيجيش ينطق جنجا ما بيجيش غير إبت. تمام يبقى ينطق يا جيم يا جا يا جا. امتى دي وامتى دي؟ جي لو جا بعدها حرف من حروف الكسر. حروف الكسر اللي هم اللي هي الاي والايتا واليوتا والابسي والابسلون. والابسلون. طب امتى الابسلون بتيجي حرف كسر؟ لما يجي بعدها حرف متحرك. لما تيجي ورا حرف ساكن. ساكن لما تيجي ورا حرف ساكن في الكلمات اليوناني. صح؟ يبقى الإبسلون بيبقى حرف كسر في الكلمات اليوناني لما بيجي ورا حرف ساكن. طب هل ممكن ده وده يجتمعوا سوا؟ لا لا عمرها ما هتحصل. ماشي؟ عشان كده أنا ممكن أقول آه حروف الكسر هي دي، بس لو بنتكلم بصورة عملية هنقول لو جه وراها يا الأي يا اليوتا يا الإيتا بس، لأن عمره ما هيجي وراه الإبسلون كحرف كسر، لأن ساعتها دي هتبقى الإبسلون حرف كسر بيقول إن الكلمة دي يوناني، والحرف ده نفسه حرف الجنجة نفسه بيقول إن الكلمة دي إبسلون، فمش هيجتمع. ماشي؟ وهو جيم في بقية الحرف. يبقى دي تبقى ايه؟ جاجي جاجي لا مركز جاجي جاجي لا مركز. الاولانيه جيم اولانيه وراها كف جاجي وراها كف لا وراها كف تبقى مش ج تبقى ج جيم المصريه العاميه بتاعتنا مش تبقى ج تبقى جاجي جا جا غازي 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 اللي هو ايه الارض عدو عدو اتنين غازي عدونا اعدائنا نجينا من اعدائنا هنلاقي في التسبيحه وهنلاقي في الالحان اتنين غازي ماشي هلاقي برضو كلمه ثانيه اللي هي دي جيج يد يبقى دي العكس جيج يعني يد 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 طب لو لو جيت قلتها جيج ان جيج ان جوجي يد يد عدونا يبقى يد عدو يد العدو عدو يد العدو لو قول يد ان ممكن احطها كده ان نين يبقى يد نين دي ملكية يبقى يد اعدائنا ماشي تبقى ني جي جا جي لخبطوا في بقيه القواعد دلوقتي بس خلينا نبقى عارفين ان ايه جي يد وجا جي عدو الكلمتين دول تفكرني بايه بقواعد الجيم والجيم هنا الحرف ده ايه شيما شيما تمام ش زي زي الانجليزي زي الانجليزي بالظبط ايش كده ماشي ده عباره عن طاز عباره عن طاز زائد شوز تش 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 ماشي بدي ايه شرومبي شرومبي ماشي حمامة 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 الحسنة شرومبي شرومبي اسمه شرومبي الحرف الأخير ده تي
تي تمام تي ينطق تي برضه ماشي يبقى هو عباره عن الطاف زائد يوتا حرف مركب برضه من ايه النطق ايه وهي دي اكتر حاجه بنتلخبط فيها لما نلاقيها كده الناس بتفتكرها التي الانجليزي وبتنطق ته بس بتنسى ان دي عباره عن تي صوت مركب اوكي معلش طولنا النهارده شويه عن ميعادنا عشان نبقى راجعنا مع كل الحروف ماشي ان شاء الله من المره الجايه نقدر نكمل ايه في الدرس الدروس اللي بعد الحروف حد عنده اي سؤال في الجزء اللي خدناه شكرا جدا شكرا شكرا يا باشمهندس ربنا يعوض حضرتك خير هناخد بس جمله قانون الايمان بعد ما وقفنا احنا كنا خدنا قانون الايمان الجزء الاولاني ده ماشي خين اومت مي بالحقيقه تين نهضي اي او نوتي ان او ووت نؤمن باله واحد اف نوتي اف يوت بي باندوكراتور الله الاب ضابط الكل او كليه القدره في اي تفطميو انت في نمبكاهي الذي خلق السماء والارض في اي توناف ايرو او نمني اي في انسناف ايرو او اون الذي نرى اياهم والذي لا نرى اياهم ماشي اللي هي بالترجمه العربي ما يرى وما لا يرى دخلنا في تنهتي نؤمن ايه اوف تشويس ان اوت ايثوس بكريستوس تشيري ام ابنوتي بي مونوجينيس مونوجينيس اللي هي مش نؤمن برب او بسيد واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد او الفريد ماشي الجمله بتاعت النهارده هي جمله اخر جمله في الجزء ده ماشي مين يقراها لنا ميسي ايفول خين فيوت خا جو او اني او اون تيرو تمام باسم الصليب عليك يا سهى شكرا يا باشمهندس شكرا يبقى انا بي بي ميسي يعني ايه بي ميسي بي ال ميسي مولود ماشي ميسي جاي منها ماس اللي هو يلد اللي هي كريس ماس اللي هي يسوع اتولد اللي هي كريسمس ماشي يبقى بميسي المولود ايفول خن ايفول خن على بعض حرف جر مركب معناها من خن لوحدها معناها في ماشي ايفول خن معناها من يبقى مولود من افيوت الاب ماشي خا جو او خاجو ده حرف برضو مركب معناه قبل او دي هما يبقى قبلهم يبقى قبل وهما تبقى قبلهم ماشي يبقى خاجو او قبلهم ايه هما بقى بنتكلم ايه هما دول ان ني اللي هم ان ال ماشي ان ني
ني دي جمع اي اون شايفين ان ني اي عشان عليها لينك متنطط لوحدها اي اون اي اون دي اللي هي ايه اي اون دي اللي هي الظهر او الزمن ماشي يبقى ني اي اون تبقى ني تعريف للجمع بقت بدل ظهر واحد بقت جمع تبقى بقت ايه ظهور يبقى قبلهم اللي هم ايه الظهور تيرو اللي هي ايه كلهم يبقى قبل كل الظهور اللي هي متقلب القبطي قبلهم كل الظهور او الظهور كلها واضحه استاذ امجد رحلنا مره كمان بيميسي ايفول خان فيوت خاجا او اني اون تيو خاجو هي نفس التركيبه اللي اتكلمنا عليها النهارده خاجو اني ايرون تيرو ني اي اون اون تيرو فريد رهنا بميسي ايفول خين فيوت خاجو او اني اي اون تيرو تمام باسم الصديق تصوني لليان ميميسي ايفول خين فيوت خاجو او اني اي اون تيرو تمام هي بس ملحوظه واحده مش ايفول الأول هنا أو طويلة ولا صغيرة؟ إيفول إيفول فول فول مش فول بس هي دي تمام طيب تصوني إستر أنا لسه بذاكرها بصراحة ماشي معلش ميسي إيفول خن إيفوت خن جي أو خا جو او خا جو او اني اي اون اي تي رو تيرو تمام باسم الصديق تيرو استاذ زكي بس يا باشمهندس اتعب ابعت لنا الجمله دي والجمله اللي قبليها لان انا اللي قبليها مش ما خدتهاش ما ذكرتهاش لسه ماشي تمام بميسي إيفول خين إفيوت أجو إني إيون تيرو تمام أستاذ زكي أنت نطقت دي إزاي معلش إفيوت هي إف إف يوت مش إف يعني كتير قوي الفي دي بتاخد ف لا هي إف يوت مش إف يوت إف يوت إف يوت ليه لأن لو قلت إف يوت هلاقيني بكتبها اي ابسلون متخيل عشان اقولها اف يوت عشان تتقال اف يبقى هتتقال كده اف دي اللي هتديني اف دي عمرها ما هتديني اف دي هتديني اف اف يوت يعني انطع على انها حرف الاف هو حرف الاف بس عليها همزه قبليها عشان الجنك بتبقى اف يوت شكرا لك هسجلها لكم برضه وابعثها لكم على الجروبات اي سؤال شكرا يا باشمهندس شكرا جدا جدا ربنا يعوضك على ايه تسون شكرا طيب مين يكتب لنا تصوني رشا اوكي
خين خران ام فيوت نيم بشيري نيم بنب ما اس اواب ونوتي ان اوت امين ارتين ان ام بشا انجوس خين اوشي به مو جي بنيوت خين في اوي مار تو فون جي بتران مار اي ان جي تيك مت اورو بيت هناك مار شوبي ام فريتي خين تفي نيم هي جن بيكاهي بين اويك ان تي راستي مي فنان ام فو او او كانيت ايرون ناني بول ام فريتي هون انتين فو ايبو اني تي اون انطان ايرو او او هم بيرنتين اخون ايبي راسموس الله نهميني هو بيت هو او خيم بخصوص بن شويس جي سوك تيتي مت اورو نمتي بوم نمبي او او شائني امن تاي شو تسابلتون